اهلا وسهلا شباب، معكم باري في فيديو جديد وحلقه جديده في باري مودز. المود هذا اول مره بنلعبوه. اسكت شويه. المود هذا اول مره بنلعبوه، اللي هو مش عارف يعني شنو الاسم اللي حنعطوه له، حاطوه له انتم وخلاص. عموما اول حاجه حنقسمه فريقين، والفريقين حيقتلوا بعض بإيه؟ توماهوك. واتين شباب، واخدين كلكم الديفولت كلاس؟ ترى نشوفكم. تمام، هاي بنبدا بنقسمكم فريقين. اول فريق طبعا حتكون انتم قداش ترى؟ انتم قداش شخص؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بالنسبه للفريق الاول اللي بيمشوا من الجهه الثانيه، اللي هم سفيان، مدريد، داركنس، احمد، ايمن، هوبيتو، سند. برا قداش توا هذا؟ 1 2 3 4 5 6 مازال زوز، علي وبيبو. هاي امشي، هاي امشي للجهه الثانيه. تمام. لا هذا خذيت اول. هيك خايف انت. تمام. اوكي، فاللي بيصير توا اسمعوا، عندي لكم لقطه ثانيه باهي. تو مش تديروا شويه استراتيجيات، ما تهدوش كلكم وتموتوا بالجمله. ماشي، لازم تديروا فريق اساسي وفريق احتياطي. بالنسبه لي الفريق الاحتياطي حيكون ذا اوبس وحليم. اوكي، ذا اوبس وحليم تعالوا هنا معي، ما تخافوش مش مدير لكم شيء، تعالوا معي في الدنيا. خليكم من الداخل، لما اقول لكم اطلعوا اطلعوا ماشي. هاي انتم تو 1 2 3 4 1 2 3 عندكم زوز نقا هنا. اوكي خليكم هنا انتم زوز. بالنسبه للفريق هو بناخذ منه زوز احتياط ماشي، اللي هو ايمن وبيبو. تعالوا ايمن وبيبو، ايمن وبيبو خليكم هنا في الدار. ايمن وبيبو. اوكي مال سفيان، سفيان وبيبو تعالى. سفيان وبيبو خليكم في الدار هي. خشوا هنا. تعال. مين بعدي؟ بيبو وينك؟ تعال يا بيبو. لا عادي زوز بنات. تعال يا بيبو، تعال وراك، ظهرك ظهرك. هم في رصاصة، هم في رصاصة. دي ما انت تسمع الدور 16. تعال هنا، خش هنا، تعال. اوكي اوكي تو بما ان هنا في ستة، هنا في ستة وعندكم زوز بنكينة وزوز بنكينة. يطلعوا البنكينة لما نقول لهم يطلعوا ماشي، لما يصير في نقص. اوكي واتين ريدي. اوكي لما نقول باري سيز 1 2 3 اضربوا بعضكم، ولما تسمعوا الطلقة في الهواء اقتلوا بعضكم ماشي. اوكي هاي توماهوك، وما فيش حد، وما فيش حد يفوت الجسر، اللي بيفوت الجسر بنقتله. تمام. لا مالكش علاقة به، لا مالكش علاقة به. هاي نبدو 1 2 3 باري ساس اقتلوا بعضكم. الحرب هاي عبدو. ثلاثة من هنا وأربعة من هنا. ثلاثة من هنا وأربعة من هنا. هاي جماعة الاحتياط يطلعوا هاي. أطلع جماعة الاحتياط بسرعة، ساعدوا اصحابكم. ثلاثة من هنا وأربعة من هنا. الشقرة. أنا مش تطيحوني هنا عاد. أنا الحكم خلوه حي. ما تجيش هنا، ما تجيش هنا يا حاتم، حاتم حاتم اطلع في النص. نعم. ما ليش على خضيك. دور اللي حدفوا عليك، هم خوذه، اللي حدفوا عليك خوذه منهم. لاصق في الحيط.
نبي يعني نبي تمام. خلاص زين استسلمتوا نحس فيكم. تمام خلاص هي وقفوا وقفنا وقفنا. من اللي قاعد حي هنا؟ كول بوي حاتم. اوكي هاي ولوا انتم الاربعة، ولوا الاربعة اللي غادي كي ولوا هنا. تمام تو انتم قداش؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام سبعة يا ولاد. شنو تقترحوا علينا نديروا رأي توا؟ اوكي اسمعوا اسمعوا السبعة انفار الحقوني الحقوني السبعة انفار الحقوني الحقوني. هاي تعالوا هم في الصف تعالوا تعالوا. تمام اوكي هاي تعالى يا حاتم بسرعة. كل واحد يعطي ظهره للحيط. لما نقول لكم ابدوا بالسباق ونضرب رصاصة وين بيجي السباق؟ ترى السباق مضمارة تبعوني بالضبط بيكون هيك 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 هيك. اهلين شباب، طبعا مضطر ننهي الحلقة هنا، حتكون هذه يعني زي ما تقول البارت الاول. شفنا فيها الحرب التوماهوك شو صار فيها، قعدوا فيها شوية حيين. اللي قعدوا حيين هما ان شاء الله غضوة حتشوفوهم في الفيديو الثاني او البارت الثاني. حتكون في زي سباق ماراثون صاير ما بيناتهم، حتشوفوا ان شاء الله في السباق شو بصير. كانت في لقطات قوية حتى هي ضحك. ان شاء الله كنتوا استمتعتم بحرب التوماهوك، كان عجبتكم قولوا لي نكتروا منها، ندروا منها حلقات ثانية ونتلاقوا مع بعضنا ان شاء الله في البارتيات. كان مع ليكم مثلا عندكم افكار ثانية في مودات ثانية، نبي رايكم في الكومنت. ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو. شكرا كذلك على المشاهدة، نلتقي في فيديو ثاني ومع السلامة.